ضمن البرامج المتواصلة لحفظة كتاب الله المتعلقة بإجراء ختمات قرآنية بهدف أن يمن المولى عز وجل البلاد الأمن والاستقرار الذي تنعم به بين الدول المجاورة لها، فإن عددا من حفظة كتاب الله وفي خلال تواجدهم بالأراضي المقدسة قد قاموا بإجراء العديد من الختمات القرآنية، منها هذه الختمة القرآنية الأخيرة بمشعر منى. رئيس هذه الدولة بسبب اختياره له ووقعه في هذا المكان، فنسأل الله سبحانه وتعالى له التوفيق له والسداد إن شاء الله ربنا، يعزز خطواته كلها لكي يخرج به المجتمع الجادي من وحدة التردي إلى ربوة النجاة وربوة النجاح إن شاء الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مننا كلنا، يتقبل منا هذا العمل ويرجعنا سالمين غانمين، ونرجع بحج مبرور وسعي مشكور وتجارة لن تبور. وأما حزنا علينا إن شاء الله، ومن جانب آخر، فإن رئيس اللجنة الدائمة المكلفة بتنظيم الحج والعمرة ومستشاريه الذين حضروا هذه الختمة القرآنية، ونظرا لأهمية النظام فقد دعا الحجاج إلى الاهتمام بهذا الجانب. النظام أهم كل شيء، نحن أمس قصرنا شيء في النظام، قصرنا عشان دائما مرة قائمة قال نقول علينا كله عندنا حقوق، لما انتم الحجاج عندكم حقوق، حتى البزة عنده حقوق، بعض من الناس ما قاعد بشمون، عندنا عجائز تعبانين، عندنا ناس كبار تعبانين، في شباب اوكي في عرفة لقينا مشاكل، الشباب راحوا مشوا بالقرآن، هل ناسنا كبار يقدروا؟ ما بيقدروا، عشان كده قلنا خلي ناسنا كله كنا حافظون، نحن الحجاج نحافظون، ما البزة، البزة نحن ناس قريب 3-4-5-6 نقولوا خلوا النسوان يركبوا في باصات بمشي لحد حجاج وهدي يقول علينا ما كفينا. بحق أن هذه الختمة القرآنية التي تضاف إلى الختمات القرآنية السابقة من أجل الأمن والاستقرار لتشاد أمر يستحق الثناء والتقدير. اللهم وفقنا لمن وليتهم شؤون المسلمين في بلادنا، وألف بين قلوبهم، آمين.